كان هذا الكيف كيدمر الصحة الناس وكيدمر الشباب والأطفال والنساء، من غدا نحيدوه، تفقوا كلنا ونمشيو نحرقوه، ونقولوا كل واحد منا في انتظار نديروا لذاك الناس منين يعيشوا يتنازل على شوية من ذاك الشيء اللي كياكلوا ولادو، ولا نتبادلوا مع ذاك الناس نجيبوهم يسكنوا هنا وتمشي انت وانا ونسكنوا تماك. طيب، لان هذا واقع، انا ماشي من النوع اللي كندير، انا كنعرف هذه الهضره غادي تفقد لي اصوات انتخابات، كما الهضره على المراه، كما الهضره على بزاف الحوايج مبدئيه، ولكن غادي نقولها ولو نفقد فيها اصوات. كاين واقع اللي ما كيعرفوش منكم يمشي يشوفوا، خصنا نناقشوا، خص العلماء ديالنا يقولوا لنا واش هذا الكيف يصلح لشي حاجه. بسم الله، ما يصلح والو نحيدوا باباه ونديروا برامج بديله. الحكومه ديالنا من 1962، لان قبل 62 كانت ريجي الطابه ديال الشمال كانت كتسمي ريجي دو طابه دو كيف، هي اللي كانت كدير الغمساج. من 62 والحكومه ديالنا كدير بدائل، مع كامل الاسف انطلقنا من 3000 هكتار الى ما نقولش ما شحال، مئات الالاف من الهكتارات المزروعه. اليوم خصنا جميع، هذا ماشي محل مزايده، وما غاديش نقول لكم غادي يجيب با من الحكومه وغادي يرجع شمال المغرب جنه، لا، خصنا كلنا هذا الموضوع نفكروا فيه. بام ربما عنده الشجاعة فارو وكناكلوا عليه العصا وكيسميونا بتجار المخدرات وبان كذا وبارك الله فيهم، بارك الله فيهم، ولكن غادي نمشيو وغادي نطيحوا المشكل وغادي نتفاعلوا معاه، غادي نشوفوا الناس.